شف انا كلمت واحد يشتغل في مؤسسه، ما ادري والله وش قالها، بس مؤسسه كبيره كبيره مره، يقول ترى احنا محتاجين مثل مؤهلاتكم. بعقلك تبينا نشتغل موظفين في مؤسسة ولا شركة؟ إلى متى احنا اللي قاعدين فيه؟ واحد يتأمر فينا ولا يعطينا 3000 بالشهر ولا 4000؟ لا يا حبيبي، صنعة باليد خير من 1000 شيء. يعني انت مصر احنا نفتح لنا محل؟ ليش لا؟ تصدق احنا بنطلع من السعوديين اللي بدوا يشتغلون بإيديهم بعرق جبينهم بجهدهم، وبعدين لا تنسى فرحة ربعنا، كلهم بيفرحون لما يشوفونا احنا نشتغل ونفك ونربط ونطامر من محل لمحل، بيقولون ونعم الشباب. طيب صحيح كلامك حقيقة، لا 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 غبار عليه، لكن انت عارف ان احنا تونا متخرجين، وهالسوالف اللي تقول عليها كل هذه يبي لها تجربة ويبي لها خبرة. يعني اسمع يا حمد، انا بقول لك اياها بكل صدق، تقعد تقول لي احنا دخلنا معهد التدريب المهني وطالعين بخبرة وطالعين بتجربة، انت شايف وش اشتغلنا وش سوينا، وين بناخذ خبرة وتجربة، وين نروح له؟ والله لو اننا بنشتغل اطباء خلها شغلنا سهل. وبعدين لا تنسى انه محل سباكة مرتب، رتب في امورنا مواصيرنا، ونشتغل في التمديدات المائية من الخزانات الى فوق من فوق الى تحت، وبعدين نصلح من الاوضاع اللي قاعده، العماله اللي عندنا اللي حاست ولخبطت مواصيرنا، لا بنطلع شغل صح يا رجال. زين، كل الكلام اللي قاعد تقوله زين، بس منين نجيب راس المال؟ دي سهله سهله حماد، كل الدعوه مني شوي منك شوي من ابوي، هل نقدر ندبر ونشوفنا محل من اروع ما يمكن نبدا نشتغل بدينا. والله انها فكره ممتازه ممتازه بحيل الحقيقه. انا عموما هكلم الوالد، كلم الوالد بشوف يعني لعله ان شاء الله يقدر يساعدني شوي. بس ما ادري انت الحين احنا المحل اللي بنفتحه وين نبي نفتحه فيه؟ المحل سهل، اولا اهم حاجه لنجاح المشروع ان يكون المحل تمام، موقع بالاصح. بعدين احنا وش شغلتنا؟ مثلا احنا بنفتح محل سباكه، نروح نبحث في كل الاحياء المخططات الجديده اللي تو تبي تطلع، مثل حي النهضه وحي الفلاني، نشوف الحي. لا 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 لا، لا. اذا بغيت تفتحه مالك الا العليا، عندك في شمال العليا مواقع مواقع، مي 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 بسهله ابد ابد ابد. يا رجال كل ما جاء واحد منكم بيفتح له محل قال عليا عليا، من يقول عليا؟ انا لازم اللي يصير في محل. وبعدين انت بتفتح محل سباكه، ما هو محل نفوتيه ولا ملابس ولا حق اطفال، مالك علاقه بالعليا؟ صدقني في اماكن الناس ما يحلمون فيها. معي ولا انت معي في الكلام؟ اخلص الزبده. انا طال عمرك الحقيقه اللي حاب اقوله انه انا تخرجت من المعهد وقاعد افكر، تعرف الحين بالوظيفه، فوالله الحقيقه مالي خاطر انا بالوظيفه، وقاعد افكر بمشروع يعني. فاتفقت انا وسعد رفيقي ولد ابو محمد انه نفتح لنا مجال بتخصصنا، وفكرنا الان انه احنا نفتح محل سباكه. يا وسع وجهك، ما هو الله انك قليل ادب، هذه اخرتها، ولدنا بيفشلنا سباكه ومواصير وحمامات، ما تستحي. على الاقل قل لي افتح طبيب اطفال اساعدك، اقول نعم سباكه. طال عمرك هذا اللي قدره الله. وبعدين وش فيها السباكه؟ هل معهد اللي احنا طلعنا من هذا معهد محترم طال عمرك، وسباكه الان اللي انت قاعد تضحك علي فيها، ترى سباكه هذه تدر ربح مو بسهل طال عمرك. وش بلا معهدكم؟ ما درسكم طب ولا دختره ولا علاج؟ هذا اللي فيها فلوس طال عمرك. الله يسلمك ويخليك، وش جاب المعهد للطب ولل هذا معهد فني متخصص، هذا طال عمرك تخصصاته كلها سباكه وكهرباء وخراطه وحداده. اخرط اخرط علي وقول الباقي يخلص. انا الحقيقه طال عمرك اللي خلاني افتح معك الموضوع هذا اني قاعد افكر اني افتح المشروع هذا، والمشروع هذا الحقيقه يحتاج الى راس مال، وانا والله يعني ما عندي شيء الان، فودي انك تساعدني لو 20,000 طال عمرك. والله وانا ابوك لو تمنظر وتحب الثريا ما تاخذ قنش. راح 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 مسرح وانا ابوك راح اجلب وجهك. يلا سباكه يلا.
اها اسلم. اقول الله يجزاك خير، عقب ما تخرجنا من معهد التدريب المهني انا وفيجي حمد، قررت اني افتحنا محل تمديدات صحيه وتمديدات مياه. انت رزق الله بالحلال بدل ما نشتغل في وظيفه واحد يقعد يامر علينا وما له داعي يا ابوي، فما ادري وش رايك طال عمرك. لا لا شيء طيب شيء طيب، وانا ابوك ترى الكفاح هذا شيء مطلوب، ها؟ والانسان ترى ما هو بعيب انه يبدا من الصفر، واذا احتجت اي شيء ولاش ترى احنا نعين ونعاون. الله يجزاك خير يا ابوي، ما قصرت الله يطول عمرك. حقيقة يا ابوي انا محتاج حدود 20,000 لو سلف. 20,000؟ لا لا والله عزيز وغالي، عزيز وغالي والله يا سعد، تامر امر والله. بس اقول وانا ابوك ترى الشغل يبي له مقابل، والحين انتوا تبي تفتحون محل، عارف انت وخويك هذا هو احمد ولد ابو صالح ما غيره. اي نعم طال عمرك. اي فاقول الله الله بالمحل، ها؟ ومثل ما يقول المثل يقول مقابل العيش ولا مقابل الجيش. الله يجزاك خير يا ابوي. ايه سلمك، عطني خشمك يا باشا. اسلم اسلم. شكرا يا ابوي. اسلم اسلم. موفق ان شاء الله. موفق. هذه والله الساعة المباركة يا اخوي. الله يبارك فيك ويسلمك. خذ 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 الدلة هذه حتى امسك معك. حول يا رجال حول حول قبل ارض بس اريح. ترزز على بشرني وش سويت مع ابوك. اخ ما تعرف الوالد انت، وانا قايل لك الوالد مق حط. رحت واخترت لي وقت معين زين، قلت له السالفة كيت كيت كيت، وأنا ودي والله حقيقة بفتح لي مشروع. قال لي وش مشروع؟ قلت والله مشروع الحقيقة بفتح محل سباكة. قال وشو؟ قلت محل سباكة. قال قم انقلب بس قم انقلب. ليش طال عمرك؟ قال والله لو جاي تبشرني إنك تبي تفتح عيادة. وش فيها يا أخي سباكة؟ وش فيها سباكة؟ يعني ايش يتخير يعني أنا ولا أنت بنفتح عيادة دكتور؟ هذا اللي احنا قدرنا عليه، وبعدين السباكه ما فيها شيء يا اخي، حتى رزق حلال. انا قلت له يا ابن الحلال، قال لا ما بقلاه بعد واحد من عيالي يطلع سباك. يا رجال اقول لك سوى فيني شيء الحقيقه شيء عظيم. قلت له طيب طال عمرك بس ابي يعني لو اللي تشوفه يعني 10,000 اي شيء تعطيني. ما عندي شيء، ما عندي شيء، قم في ذاك. اي سبحان الله، يعني هو كان في قمه غضب وانا كنت ابدا كنت اشوفك ما ادري ليش. اكيد اجل انك قال لك لو تمنطر ولا قالش. بالضبط صدق صدق نفس الشيء نفس الكلام اللي قلته. يا الله. المهم المهم بس لا يهمك الموضوع ولا يكدر خاطرك يا حبيب، انا كلمت الوالد واول امر كنا 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 معترض، وبعدين اعطاني طال عمرك 20,000 وانا عندي 10، طلع المجموع طال عمرك 35,000. كم؟ 35,000. الحين ابوك عنده 20 وانت عندك 10، كم يطلع؟ ابوي اعطاني 20 وعندي 10، ها 30,000. 30,000. 30,000 فيها شو؟ لا انا اقول لك يوم قال الوالد ما عندي لك شيء رحت والله للوالده وبتوزوز. ايه قلت لها ترى السالفه كيف كيف كيف، واعطتني 10,000 وانا من اول عندي 5,000. هل 45,000 يا الحبيب نحط ميزانيتنا؟ ايه يعني مثلا نقول من 10,000 إلى 15,000 أجار محل، يبقى معنا كم قلنا مثلا؟ يبقى معنا مثلا 30,000 35,000. هذه نشتري بها معدات أغراض
مواصير ونخلي نحاول نخلي شغلنا كله مواصير من فوق ثلاثة بوصة واربعة بوصة المواصير ذول الشغل اللي فيه تبديدات. أما ذا بوصة ذا اللي تتصغير ذا ما نبيه ذا. وبعدين طال عمرك 5000 نخليها في البنك شيكات.